اليوم راح نشرح شلون تختفي، وإضافة إلى هذا شلون تدخل المكان السري. فخلونا نبدأ الشرح. قبل أن نبدأ دقيقة، كيف كانت المقدمة؟ كويسة، حلوة، لطيفة، جميلة؟ فإن شاء الله أنها تعجبكم. خلونا نبدأ. شيء تحتاج اللي هو أنك تدخل على القدر هذا، زي ما تشوف في مشروب واحد لازم تصنعه. تضغط على القدر الأسود، فعندك المشروب هذا لازم تصنعه. الفائدة منه بيخليك تختفي لمدة 30 دقيقة، وانت قاعد مختفي يعني تدخل أماكن محظورة. شلون تحصل المشروب هذا؟ كل اللي عليك انك تلعب القصة، ألعب المهمات لين يعطونك الوصفة، وبعدها يمديك تصنع على طول. الموارد هذه أو المتطلبات هذه شلون تحصلها؟ تضغط على الخريطة، مو الخريطة اللي بجنب الخريطة، وتختار ثاني خيار. عشان تحصل الموارد كلها عليك انك اول خيار تحصلها من اللي هي السيارة موجودة تحت مثل ما تشوفون. الخيار الثاني اللي هو اتوقع انه راح تطيح لك من المهمات هذه، كلها عليك انك تلعب المهمات وراح تطيح لك الموارد. واخر خيار اللي هو الخيار هذا، عندك خيارين، تلعب الخيار هذا اللي هي الصعوبة، ولا تلعب الخيار العادي. معلومة اضافية لم راح تصادفك في الشات حق اللعبة، إذا كان حصلت حرفين HH يعني المقصود الخيار هذا، إذا حرفين DD المقصود الخيار هذا. فلما يصادفونك الأشياء هذه افهم على طول. تلعب الاستكشاف وبيطيح لك على طول الموارد المطلوبة. في منك خدمة إنسانية بس، اللي هي إنك بس تتابعني على اللعبة. هذا ملفي الشخصي وهذا اسمي وكل شيء راح تلقاه في أول تعليق. تابعنا الله يعطيك العافية وشكرا لك. خلونا الحين نصنع المشروب. 1 2 3 زي ما تشوف تطاط، خلاص اصطنع وصار جاهز. نستخدمه، نضغط عليه ونضغط على الكلمة هذه كذا. خلاص شربت المشروب، الحين أنت مختفي مثل ما تشوفون. الشخصية الشفافة يعني مختفية. المكان السري عشان تدخله اللي هو تضغط هنا وتتوجه، حصله هنا. بالعادة بيكون مقفل، فلما تنتقل هنا على طول بينتقلك لأنك أنت شارب المشروب المختفي، فتدخل المكان بدون أي مشاكل. هذا بيتطلب أنك تخلص القصة. حلو، القصة للحين في قسم ثاني ما نزل، مع التحديثات راح ينزل وراح ندخل المكان هذا ونشوف وش سالفته. راح تحصل صناديق هنا مختفية، أول صندوق راح تحصله هنا، وبعدين تتمشى في نفس المكان هذا وبتحصل صناديق كثيرة. بس هذا هو مقطع اليوم، أتمنى تضيفني بسناب. لو كنت تحتاج حساب لعبة أو أي حساب لعبة جوال كلمني بالتليجرام، راح أوفر لك اللعبة. كل شيء راح تحصله في أول تعليق، ومع السلامة.